السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية، كلية العلوم جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، وهذا لقاء جديد لنا في المحاضرة السابعة من محاضرات الهندسة الوراثية. في هذه المحاضرة راح يكون حديثنا حول كيفية تمييز الانترونات عن الاكزونات، وكذلك كيفية تمييز انه بداية الجين. يعني مثل ما تعرفون حضراتكم انه الـ DNA اللي موجود عندنا في اجسامنا يحوي على مناطق نون كودينج اريا، اللي هي المناطق اللي لا تشفر الى بروتين، بمعنى انه في الجين اكو مناطق، هذه المناطق ما يتحول الكودون مالت الـ DNA مالتها الى كودون مالت بروتين، فسميناها نون كودينج اريا. ايضا في عمليه الاستنساخ، حينما يتحول الدي ان اي الى ار ان اي، ايضا ما راح تستنسخ. في عمليه السبليسنج فقط الاكزونات راح تستنسخ وتدمج، وبالتالي يحول الاكزون الى بروتين اللي هو سميناه الكودينج اريا. فكيفيه تمييز الان عندنا بدايه الجين، باعتبار انه قطع الدي ان اي أكثر من 90% من الـ DNA اللي موجود بأجسامنا هو ما يشفر بروتين، فبالتالي أنا عمليا كيف أستطيع أن أميز المناطق اللي تشفر لي بروتين عن المناطق اللي ما تشفر لي بروتين، يعني الإكزونات عن الإنترونات عن البروموترات وهكذا. وكذلك كيف أستطيع أن أميز بداية الجين، يعني أنا الآن عندي مثلا سيكونس معين وما أعرف من يبدي الجين في هذا السيكونس، فلا بد انه توجد هناك فد تجارب معينه في مجال الهندسه الوراثيه او الاحياء الجزيئيه نستطيع من خلالها تمييز الاكزون عن الانترون، وكذلك ترانسكريبت ستارت بوينت اللي هي نقطه بدايه الاستنساخ. بشكل عام عندنا all genes have to be expressed، كل الجينات لابد ان يتم عمليه ترجمتها او عمليه تعبيرها الجيني، بمعنى انه تحول من جين الى بروتين. الغرض من ذلك حتى تعطي الوظيفه المعينه، باعتبار انه البروتين هو الذي يقوم بالوظيفه. فاول خطوه هي مثل ما تعرفون انه عندنا الجين اللي هو موجود ضمن قطعه الدي ان اي يتحول بعمليه الترانسكريبشن الى ار ان اي، والار ان اي بعد ذلك يتحول عفوا بعمليه الترانسليشن الى بروتين. بعض الاحيان عندنا بعض انواع الجزيئات الار ان اي تؤدي وظيفه كوظيفه بروتين، يعني على سبيل المثال عندي التي ار ان اي. التي ار ان اي هو عباره عن تركيب يكون مسؤول عن نقل الاحماض الامينيه الى داخل الرايبوسوم في عمليه الترجمه. لولا التي ار ان اي ما تتم اي عمليه ترجمه، فكل تي ار ان اي هو يقوم بنقل الحامض الاميني الى داخل الرايبوسوم، زين، حتى يقوم تتم عمليه الترجمه. عندنا كذلك الرايبوسوم اللي يتم فيه ايضا عملية الترجمة، الرايبوسوم الار ان اي هو ايضا جزيئة ار ان اي ومع ذلك يؤدي وظيفة معينة. فبالتالي على الرغم من انه كل البروتينات اللي تنتج من الار ان اي تؤدي وظائف معينة، ولكن هناك بعض انواع الار ان اي يؤدي ايضا وظائف، اللي هو مثال الار ار ان اي والتي ار ان اي. فهنا عندنا هاي الملاحظة: for some genes for example those coding for transfer RNA and ribosomal RNA molecules the transcript itself is the functional important molecule، بمعنى انه هو جزيئة مهمة وظيفيا. for other genes بالنسبة للجينات الأخرى the transcript، يعني الترانسكريبت لما أقول ترانسكريبت أقصد به الـ RNA، الترانسكريبت يعني الـ RNA is transferred into protein molecule it how is translated sorry into protein molecules يترجم الى جزيئات بروتين. طيب الان عندي انا هذا الجين، وبعد خلينا نفرض هنا اكو بروموتر، وبعد البروموتر اكو مثلا جين اخر، يعني قبل هاي البدايه، كيف اعرف احدد هذه البدايه؟ طبعا هذه البدايه نسميها ترانسكريبشن ستارت بوينت، بمعنى النقطه اللي يتم عنها عن طريقها او تتم فيها عمليه الاستنساخ. يعني بشكل عام تعرفون انتم مثل ما شرحنا انه الار ان اي بوليمراز راح يرتبط بالدي ان اي بمكان قبل الجين، ومن ثم راح يستنسخ لي المنطقه اللي قبل الجين. طبعا هاي بدايه الجين،
هذه start of gene، يعني هاي بداية الجين. ولكن عندنا احنا لما يتحول الى ار ان اي مو فقط بدايه، يعني الار ان اي اللي ينتج مو يبدي من بدايه الجين، لا يبدي من منطقه قبل الجين، وهذه المنطقه اساسيه حتى يرتبط بها الرايبوسوم زين، وحتى تتم عمليه الترجمه. فالمنطقه اللي بدايه الترجمه اللي ينتج من عندها، المنطقه اللي بدايه الار ان اي اللي تنتج نسميها ترانسكريبشن ستارت بوينت، ترانسكريبشن ستارت بوينت. طبعا هاي المنطقه موجوده على الدي ان اي زين، ترانسكريبشن ستارت بوينت معناه انه النقطه اللي تبدا منها عمليه الاستنساخ. زين، عندنا الموضوع الاول هو يقول انه detecting the presence of transcript، معناه انه يعني التحري عن وجود الترانسكريبت المستنسخ اللي هو يعني الار ان اي. ترانسكريبشن ستارت بوينت ايضا التحري عن نقطه بدء الاستنساخ. And determining nuclear أو nucleotide sequence، أيضا التحري عن sequence النيوكليوتايد، راح نغطي في الاستعدادات القادمة أو في هذا الاستعداد والاستعدادات القادمة. أيضا هناك عندنا طريقة عمل تسمى Northern hybridization. Northern hybridization، الهايبريدايزيشن اللي هو يعني معناها التزاوج أو ال او ال 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 نسميه الهايبريد، يعني على سبيل المثال قطعه دي ان اي ترتبط بار ان اي، دي ان اي والار ان اي يختلفان فيسموها هايبريد، هذه يسموها هايبريد هجين. فالنورثرن هايبريدايزيشن، خلينا نشوف شنو هاي التقنيه اللي مستخدمه في مجال الهندسه الوراثيه. نورثرن هايبريدايزيشن از يوزد تو ميجر ذا لينث اوف ترانسكريبت. خلال هذه العمليه نستطيع انه نستخدمها للتحري عن طول الـ RNA، التحري عن طول الـ RNA. يعني على سبيل المثال عندنا الأجاروز، الجل أجاروز نرحل بيه الـ DNA، نتحرى بيه عن شنو؟ أولاً عن وجود الـ DNA، هل الـ DNA موجود بالسامبل أو غير موجود؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية نتحري كذلك عن حجم الـ DNA، شقد حجم هذا الـ DNA؟ كم بيز بير؟ النورثرن هايبريدايزيشن نستطيع ايضا بها التحري طبعا عن الدي ان اي، ولكن ايضا تستخدم بكثير من الاحيان للار ان اي. طيب اذا النورثرن هايبريدايزيشن هي عباره عن طريقه تستخدم للتحري عن شنو؟ قياس حجم الار ان اي زين، لينث اوف ترانسكريبت، طول المستنسخ يعني الار ان اي. ات ذا فيرست ستيب، يعني بالخطوه الاولى، ار ان اي اكستراكت، ان ار ان اي اكستراكت از الكتروفوريزد، بمعنى انه الـ RNA اللي استخلصنا احنا، طبعا اول شيء لما نريد يعني نقوم بعملية التحري عن وجود الاكزون او الانترون او بداية الجين، لابد انه نستخلص الـ RNA من الخلية. طبعا هذا يتم عن طريق بتات معينة، يعني اول خطوة انه نكسر الخلايا، بعد ذلك نتخلص من كل مكونات الخلايا وناخذ العصير الخلوي. بعد ذلك العصير الخلوي طبعا هذا يكون حاوي على انواع من السكرية اللي عفوا الاحماض النوويه اللي هو دي ان اي ار ان اي، بروتينات وهكذا. نتخلص من البروتينات، بعد ذلك نتخلص من الدي ان اي، واخر شيء نستخلص الار ان اي. طيب كيف يتم هذا العمل؟ هذا يتم عاده باستخدام كتات معينه، خلينا نقول الان عزلنا الان الار ان اي، طبعا هذا الجانب عملي، احنا هنا نعطي فقط النظريات لي باعتبارها مادة نظرية، فنعطي فقط نظريات التجارب اللي مستخدمة. At the first step، بالخطوة الأولى، an RNA extract، يعني الـ RNA المستخلص زين، أو مستخلص الـ RNA يعني معناه، is electrophoresed in an agarose gel. شلون الجل اللي نستخدمه لترحيل قطع الـ DNA؟ أيضا بالـ RNA هناك عادة هناك عادة يعني يمكن استخدام عفوا الأجاروز جل أيضا لترحيل الـ RNA. بالـ DNA عادة نستخدم بفر TAE، تريس أسيتيك أسيد إي دي تي أي، المفروض ماخذيه بالمراحل المرحلة الثانية. التريس أسيتيك تي أي إي، تريس أسيتيك إي دي تي أي، هذا نستخدم المحلول عادة لترحيل الـ DNA بالجل. بالار ان اي ايضا نستخدم نفس المحلول، ولكن يكون عاده ببفر. البفر يسموه يوزنج ديناتشورنج الكتروفوريسيس بفر، يعني بفر مع الترحيل الكهربائي، ويكون هذا البفر حاوي على ماده تقوم بعمليه الديناتشوريشن للار ان اي.
زين على سبيل المثال فورمال دايت. طيب ليش احنا نسوي دي ناتشوريشن للار ان اي؟ الار ان اي هو عباره عن شريط مفرد، مو مثل الدي ان اي دبل هيلكس مثل ما تعرفون حضراتكم. ولذلك اذا موجود عاده بالسائل دائما ما يكون لي سكندري ستراكشر، يعني يا اما يرتبط بنفسه زين، واذا ارتبط بنفسه راح يسوي لي تراكيب ثانويه، وبالتالي لما راح له راح يطلع لي سمير او يطلع لي باندات مختلفه، او قد يلتصق مع جزيئه ار ان اي اخرى باعتباره هو سنجل ستراند، فالقواعد النيتروجينيه بي تكون معرضه للخارج، فمجرد ما يشوف كومبلمنتري يعني شريط ار ان اي متمم اخر له او قواعد نيتروجينيه متممه اخرى له راح يرتبط بيها وراح يسوي لي سكندري ستراكشر. فاني ما اريد هذه التيم، هاي العمليه ايش اسوي؟ اضيف ماده اللي على سبيل المثال فورمال دايد، وماده الفورمال دايد راح تمنعني عفوا السكندري ستراكشرز اللي يتكون، وبالتالي راح يترحل الار ان اي بالجل بشكل شريط مفرد. طيب انا خلك السبب واي زين، هذا الكلام اللي شرحته هو السبب، ولكن خلينا نقرا الان بالملاحظه المبينه باللون الازرق. This is to ensure، هذا حتى نتاكد that the RNAs يعني اشرطه ال RNA، طبعا هاي وجود الاس معناها اشاره للجمع، that the RNAs do not form inter or intramolecular base pairs، يعني ما راح يكون لي، نضمن عدم تكوين ازدواج بالقواعد النيتروجينيه سواء كان ما بين الشريط الواحد او ما بين الاشرطه. زين الانتر والانترا، الانترا معناها ما بين الجزيئات، يعني ما بين جزيئه ار ان اي وجزيئه ار ان اي اخرى، والانتر يعني الداخلي، يعني جزيئه الار ان اي تتخلص على بعضها وتسوي لي تراكيب ثانويه. As base pairing يعني عمليه البيس بيرنج ازدواج القواعد النيتروجينيه would affect the rate at which the molecules migrate through the gels. طبعا هذا هنا اللي يصير لما راح يزدوج القواعد، ما راح كلها تزدوج الاشرطه بشكل متماثل، بالتالي بعض الاشرطه مثلا تسوي انتر، بعض الاشرطه تزدوج ويا اشرطه اخرى، بعض الاشرطه مثلا تزدوج ويا اجزاء من اشرطه اخرى، بالتالي انا لما ارحلها راح يعطيني اكثر من باند موجود وين؟ بالجل يطلع لي، فبالتالي انا اردمنع هذا، اريد كل قطع الار ان اي زين تترحل بشكلها الاعتيادي، بشكل لينير يعني بشكل مستقيم زين، فنسميه لينير. شو اسوي؟ اضيف الديناتشورينج الكتروفوريسيس اللي هو الفورمال دهايد. طيب الان بعد ما رحلته افتر الكتروفوريسيس، طبعا لما رحلته هذا خلينا نفرض هذا الجل، خلينا نفرض انه عندي ثلاث عينات، رحلتني ثلاث عينات وطني طبعا باندات، طبعا هو صحيح بالشرح موجود باندين، بس هو بالحقيقه راح يطلع لي اكثر من باندين، راح يطلع لي مجموعه باندات. ليش؟ لانه شكو ار ان اي موجود بالخليه زين لكل جين، تعرفون انتم الجينات مختلفة الأطوال، بعضها جين يكون طويل جدا، بعضها جين يكون قصير جدا، بعضها تكون متوسطة وهكذا، فيطلع لي هنا آلاف الباندات في الحقيقة. وأضف إلى ذلك راح يطلع لي سمير، سمير معناها لطخة. زين؟ اللطخة شنو؟ شلون لما أخلي طبعا اليو في باعتبار أنه هذا إذا لما أرحل على الجل لابد أنه أكو إثيديوم برومايد مثل الدي إن إي مباشرة، يعني بشكل مشابه جدا مثل الدي ان اي، لما ارحل الار ان اي على الجل لابد انه اخلي ايضا اثيديوم برومايد، حتى شنو؟ حتى احدد وجود الباندات. فلما رحلت الار ان اي الان اذا اريد اعرضه على يو في لايت، صحيح انا راح اشوف باندات بس بنفس الوقت راح اشوف سمير. السمير شلون يصير؟ شلون الباك جراوند، باك جراوند ولونها واضح يكون زين خلف الباندات. طيب شنو سببها؟ هذا سببه انه تكسر الار ان اي بعض الاحيان حتى اثناء عمليه الاستخلاص، راح كثير من جزيئات الار ان اي تتكسر، فلما تتكسر راح تطلع لي بشكل سمير لطخه. anyway هذا خاف يعني انه تريد تفهم شنو السمير موجود هنا. الان انا رحلت الباندات كلها زين، الان انا بالخليه عندي مئات من الجينات وكل جين يعطيني ار ان اي خاص بي. طيب انا شلون اميز الار ان اي اللي اني اريده؟ يعني على سبيل المثال انا دا ادرس جين مثلا، هذا الجين موجود بالبكتيريا مسؤول عن مقاومه انزيم، عفوا مسؤول عن مقاومه انتيبايتيك معين، خلينا نفرض الامبسلين
جين مقاومة الأمبسلين. فبالتالي جين مقاومة الأمبسلين خلينا نقول انه صار بي اكسبريشن، يعني تحول الدي ان اي الى ار ان اي، لما راح يكون موجود بالسايتوبلازم راح يكون موجود ضمن ايضا مجموعه اخرى من الـ من الار ان اي، الار ان اي جزيئات الار ان اي التابعه لجينات اخرى، يعني الخليه تحتاج جينات اخرى مثلا تشتغل بنفس الوقت. فبالتالي انا راح احصل هنا مئات من الباندات، كل باند هو يعود الى ار ان اي جزيئه اخرى. طيب كيف اني اميز الان؟ انا اريد اسوي عمليه استخلاص واريد اشوف انه موجود صار له تعبير جيني لو ما صار له، يعني الجين مالتي مالت المقاومه الام بي سي تحول الى ار ان اي. طيب انا رحلت هنا الار ان اي، كيف انا راح اعرف الار ان اي مالتي موجود؟ عندنا طريقتين، يا اما انه عندك لدر، شلون اكو لدر مال دي ان اي اكو لدر مال ار ان اي، وانت تعرف حجم ال حجم الار ان اي اللي هو تابع لجين مثلا مقاومه مضاد حيويه، تعرف حجمه مثلا، تقول يا ابا حجمه مثلا 200 قاعده نيتروجينيه فرضا. فبالتالي اذا تشوف باند 200 قاعده نيتروجينيه تقول اوكي هذا ربما يعود المن لجين مقاومه المضاد الحيوي الامبسلين. بس ربما اكو الخليه بها ايضا جينات اخرى تحتاجها زين لكي تقوم بوظائف اخرى، ويصدف انه طولها همات مثلا نفس طول جين مقاومه المضاد الحيوي، فبالتالي راح يطلع لي الباند مالت الجينات الاخرى بنفس الموقع مال جين مقاومه المضاد الحيوي. ليش؟ باعتبار انه نفس الطول. طيب كيف انا راح اميز الجين مالتي عن باقي الجينات؟ اكو طريقه يسموها النورثرن هايبريدايزيشن اللي راح نتكلم عنها. طيب هنا ايش راح نسوي؟ طبعا راح نتم نقوم بعمليه نقل، طبعا هذه اخذناها بالمحاضرات البايوتكنولوجي. اذا الدكتور رشاد مطيكم اياها المفروض انا مطي المحاضرات، فما اعرف اذا اعطاكم اياها او لا. هي نفس المحاضره، هناك اخذنا الساوثرن بلوتينج، هنا ناخذ النورثرن بلوتينج. نقوم عاده بتحويل، يعني نحول الجينات اللي موجوده بهذا الجل على اليمن على على ورقه زين نسميها نايلون او نايتروسيلولوز ممبرين، يعني نايلون ممبرين او نايتروسيلولوز ممبرين. هذه شنو الورقه؟ الورقه طبعا لما تشوفها انت بالعين مجرد تشوفها ورقه عاديه، ورقه زيتيه. اللي يصير شنو؟ انه هذا الجل اللي اخذناه اللي هو الاجاروز اللي هو بيه الباندات مالتي، مجرد اخلي هاي الورقه عليه وبعد ذلك اعرضه الى مجال كهربائي بحيث تنتقل الباندات من الجل الى من هاي الورقه. زين؟ فبالتالي الباند مالتي موجود وين؟ على الورقه الصغيره. طبعا مو بس الباند مالتي، كل الباندات تنتقل من الجل الى الورقه. كل اللي يصير انه فقط اجيب الجل مالتي اللي هو الاجاروز بعد ما رحلت عليه الباندات، اخلي عليه الورقه وادخله في جهاز معين، فالباندات تنتقل بنفس الشكل بنفس الترتيب من هنا الى هذه الورقه. طيب فاصبحت هنا الورقه عندي كلها بيها شنو؟ باندات مالتي بنفس الترتيب. يعني خلينا نفرض هذا اللاين واحد بي مثلا، فدي هنا 20 باند. لما اخلي الورقه واعرضها الى تيار كهربائي وانقل الباندات من الجل الى النيتروسيلولوز ممبرين او النايلون ممبرين، راح يطلع لي باللاين واحد كل الـ 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 الباندات بنفس الترتيب. طبعا انا ما راح اشوفهم زين، ما راح اشوفهم بعيني. طيب شلون اريد اني اسوي ديتكشن اشوف الجين مالتي؟ كل ما في الامر اخذ هذه الورقه بعد ما حول، يعني نقلت كل الباندات الى هذه الورقه، واخليها في محلول. المحلول ايش بيه؟ بي بروب، عرفت؟ تكون ليبلد بروب. شنو الليبلد بروب؟ الليبلد بروب مثل البرايمر، بالضبط مثل البرايمر، لكونه هذا شريط ار ان اي اذا جبت له شريط متمم اله راح يرتبط بيه. زين خلينا نفرض الان اني دا اتحرى مثلا هذا عندي هذا الباند بي، العفو هذا الرقم واحد الباند زين ب 100 باند، يعني باندات نعم. واني من ضمن هاي ال 100 باند اريد اشوف وين الار ان اي مالت من مال جين مقاومه المضاد الحيوي. كل ما في الامر بعد ما انقل للورقه امزج ويا المحلول اللي راح انقع به الورقه بشنو؟ بروب. البروب شنو؟ سيكونس اني اصمم مثل البرايمر بحيث يرتبط لي فقط وين؟ بجين الار ان اي فقط. بجين الار ان اي مالت من مالت المضاد الحيوي، فوين ما يرتبط
ما راح يرتبط بباقي الجينات لأنه بسيكونس خاص، فيدور السيكونس وين موجود بيا باند إلى أن يلقى مثلا الار ان اي موجود هنا مال جين مقاوم لمضادات حيوية. أنا مصمم السيكونس مالته بحيث يركب ويا من ويا الار ان اي مال جين مقاومة مضاد الأمبسلين. هذا البروب عادة يكون ليبلد، ليبلد شنو معناها؟ معلم بفد مادة كيميائية. زين، يعني الآن تصور بعد ما نقلت الجول إلى النايلون ممبرين بطريقة بجهاز معين، زين بعد ذلك راح آخذ هذه الورقة الجول أتخلص من عنده بعد ما يفيدني، زين لأنه الباندات الدي إن إيه كلها انتقلت على الورقة اللي أنا أشتغل بها اللي هي النايلون أو النايتروسيلوز ممبرين، وأخذت نفس الترتيب يعني بالضبط نفس الترتيب. زين، بعد ذلك آخذ هذه الورقة أدخلها في كونتينر معين، وهذا كونتينر بي بفر، وأخلي بي البروب مالتي، البروب اللي هو قلنا مثل الدي ان اي برايمر يسموه ار ان اي برايمر، وهذا البروب بي مادة كيميائية نسميها معلمة. إذا موجود الجين مالتي تعبر هنا البروب راح يرتبط بي، إذا ما موجود الجين البروب ما راح يرتبط بي. ليش؟ لأنه البروب عبارة عن برايمر، فالبرايمر يرتبط بسيكونس محدد خاص بي. بعد ذلك مجرد انه اخذ هذه الورقه انشفها واعرضها الى اشعه يو في او اشعه معينه، يعني اطوال موجيه معينه يو في لايت، فلكونه هذا البروب هو ليبلد يعني بماده كيميائيه معلمه، مجرد ما يتعرض لاشعه اليو في لايت يتحول لونه ويظهر لي بشكل واضح. نستخدم ويا الاكس راي اوتوغرافي، مو اليو في لايت عفوا، الاكس راي. زين، اشعه الاكس، وبالنهاية تطلع لي بالضبط مثل الأشعة، شايفينها أشعة الكسور والعظام بالضبط نفسها. زين، بالضبط نفسها. فبالتالي إذا عدي باند الـ RNA اللي أنا أدور عليه وارتبط ويا البروب راح يطلع لي باند واحد، بقية الباندات ما راح أشوفهن. ليش ما أشوفهن؟ لأنه البروب ما يرتبط بيهن، فبالتالي ما راح يعلم لي أهن. إذن بهذه الحالة أنا شو سويت؟ سويت detection element للـ RNA اللي أريده. هذه الطريقة يسموها نورثن بلوت. لكونه أنا هنا طبعا عادة لما أسوي رن هنا أسوي دائما رن ويا من؟ ويا لدر. اللدر هو عادة يكون معلم، اللدر يكون معلم، فيطلع لي لدر هنا بهاي الأشعة، فبالتالي راح أعرف حجم الـ RNA هنا وأقدر أتحرى عن وجوده. فهذه الطريقة الأولى اللي هي نورثن بلوت تساعدنا عادة للتحري عن وجود الـ RNA، هل الـ DNA تعبر وصار RNA بالخلية لو لا. زين، فهذه الطريقة يسموها Northern Hybridization تفيدنا لهذا الغرض. طيب، طبعا هنا الآن أنا سويت Run وتأكدت أنه الـ RNA مالتي موجود. الآن هذا الـ RNA مالتي، زين، الـ RNA مالتي الآن اللي هو الموجود الآن، عادة هذا الـ RNA الآن لكونه الـ DNA يكون طبعا حاوي على إكزون وإنترون، بعملية الاستنساخ راح تخلص من الإنترونات. تعرفون أنتم بعملية الاستنساخ بالإنسان، مفروض دكتور محمد الشمرتي يعطيكم إياها بالمرحلة الثانية، بعملية الاستنساخ الإنترونات كلها راح نتخلص منها بعملية يسموها السبليسينج. طبعا هذا يحدث داخل الخلية، فعادة لما يتحول الـ DNA مات الإنسان مو مات البكتيريا، البكتيريا ما بها إكزونات، ما بها عفوا إنترونات، بها فقط إكزونات، بعملية الترانسكريبشن راح يتحول للـ DNA من حاوي على إنترون وإكزون إلى فقط RNA حاوي على يمن على إكزونات، وبالتالي هذا الإكزونات كلها راح تتحول إلى بروتين، عملية السبليسينج. طيب الآن أنا استخلصت الآن هذا الـ RNA، فرضاً أنا عندي جين الإنسولين، وأريد أسوي له كلونة بمن؟ بداخل بكتيريا الإيكولاي. أقدر مباشرة أسوي PCR للكروموسوم وأستخلص الجين مات الإنسولين ومباشرة أدخله بالبكتيريا، أقدر؟ الجواب ما أقدر، مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة لا أستطيع القيام بهذه العملية. ليش؟ لأنه إذا سويت PCR مباشرة للجين ماتي المأخوذ من الكروموسوم، الجين راح يحوي على سيكونس للإنترون والإكزون،
فبالتالي راح يسبب لي يظهر لي بروتين جديد اصلا يختلف. اذا بهاي الحاله انا يكون اتخلص من الانترونات. طيب شلون اتخلص من الانترونات حتى اسوي كلونه مثلا جين الانسولين؟ الطريقه هي كالتالي. الان اول طريقه هي انه اعزل الار ان اي بالطريقه اللي شرحتها لحضراتكم عن طريق استخدام كيت معين. بعد ذلك ارحله واستخدم النورثرن هايبريدايزيشن اللي شرحتها قبل شويه، واتحرى عن وجود الار ان اي مالتي بالسامبل. طيب لقيت الار ان اي مالتي موجود بالسامبل، كل ما في الامر اسوي له عمليه اكستراكشن من الجل، من الاجاروز، يعني اسوي ران مره ثانيه بجل اخر واستخلص الباند مالتي من الجل قبل ما اسوي الهايبريدايزيشن. طيب واذا استخلصت ايش راح اسوي له؟ الان بعد ما استخلصه من الجل راح يصير عندي تيوبه، التيوبه بيها حاوي على الار ان اي مالت الجين اللي انا اريد اشتغل عليه، سواء كان مثلا على سبيل المثال انسولين مثل ما قلنا. الان احول الار ان اي الى دي ان اي، اقدر احوله مختبريا، اقدر احول ارجع الار ان اي الى دي ان اي. طبعا لكونه الار ان اي الان حاوي فقط على اكزونات، فبالتالي انا تخلصت من الانترونات. فكل ما في الامر احول الار ان اي الى دي ان اي. بهاي الحاله الدي ان اي اللي انت نتج الان يختلف عن الدي ان اي بالاصل. ليش؟ لانه الدي ان اي اللي راح انتج من الار ان اي يكون حاوي فقط على اكزونات. زين، كيف تتم هاي العمليه؟ عندنا انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، وهذا عاده مستخلص من انواع من الفيروسات، اخذناه بالتقانة الاحيائيه بالكورس الاول. هذا الانزيم اذا اخذت جزيئه الار ان اي اضف الى برايمرات معينه اني اصممهن، راح استطيع انه احول الار ان اي الى دي ان اي. الدي ان اي الناتج من الار ان اي اسميه سي دي ان اي. الان اذا نريد نشوف نقول once a transcript has been identified، بمجرد انه انا شخصت عرفت انه الخليه مالتي حاويه على الار ان اي اللي انا اريده، سي دي ان اي. سي دي ان اي معناها complementary دي ان اي، شريط دي ان اي متمم. synthesis عمليه بناء الكومبلمنتري دي ان اي can be used to convert RNA into double strand DNA copy. كل ما في الامر اخذ ال RNA مالتي اللي موجود بالتيست تيوب، اضيف له انزيم الريفرس ترانسكريبتيز، واضيف له ايضا قواعد نيتروجين للدي ان اي، والريفرس ترانسكريبتيز راح يحول لي الان ال RNA الى دي ان اي. الدي ان اي اللي نتج الان يكون غير حاوي على اليمن على الانترونات، يكون حاوي فقط على الاكزونات. بالتالي الان دي ان اي اللي انتج اقدر اسوي له عمليه سيكونس، واقدر ايضا اكلونه، اقدر ايضا اكلونه. طيب هسه اكلونه حتى انتج من عنده بروتين من داخل الخلايا البكتيريه، زين اسوي له سيكونس ليش؟ حتى اعرف وين الانترونات موجوده. زين، لانه انا عندي الدي ان اي بالبدايه بالانسان، انا اعرف مثلا السيكونس مالته، وايضا اسوي سيكونس للسي دي ان اي اللي هو الكومبلمنتري دي ان اي، واقارن السيكونس مالت السي دي ان اي ويا من ويا سيكونس الدي ان اي. اكيد سيكونس الدي ان اي يكون اطول. ليش؟ لانه حاوى على انترونات، بينما سيكونس السي دي ان اي يكون اقصر. ليش؟ لانه حاوى على اكزونات فقط. زين، فبالتالي ايضا هذا يفيدنا. طيب الان بعد هذا الشرح كله قد يجيك سؤال، وات از ذا ديفرنس بتوين دي ان اي اند سي دي ان اي؟ زين، شنو الفرق ما بين الدي ان اي والكومبلمنتري دي ان اي؟ Comparison between the sequence of the cDNA and the sequence of its gene، يعني sequence الدي ان اي العادي، will reveal the position of introns، راح يكشف لي عن مناطق الانترونات، باعتبار انه الدي ان اي اللي موجود بالجين هو عباره عن sequence exon وانترون، بينما السيكونس مالت cDNA هو عباره عن sequence مالت exon فقط. This procedure، هذه العملية، in order to be possible, the cDNA must be a full-length copy of RNA from which it's derived. حتى إنه أكون، يعني حتى إنه العملية تكون صحيحة سواء كانت كلونة أو سيكونس، لازم كل شريط الـ RNA يحول إلى شنو؟ إلى DNA. طيب، إذا كان عندي جين طوله حوالي خلينا نقول مثلا 200 الف قاعده نيتروجين، اقدر احوله بالبي سي ار فقط الى سي دي ان اي؟ هاي العمليه جدا صعبه. ليش؟ لانه الجين جدا طويل، جزيئه الار ان اي جدا طويله، بالتالي لابد من وجود تقنيات اخرى حتى احدد بها على سبيل المثال المطلوب من عندي.
خلينا ننتقل للسلايد الآخر. The three end of transcript، احنا نعرف انه الـ DNA مكون من جهتين، واحدة نسميها 5 والنهاية الثانية نسميها 3. طبعا هذا موجود بالـ DNA وموجود ايضا بالـ RNA. يعني على سبيل المثال الآن هذا الـ RNA 5-3 نتج من DNA فوقه 3-5، زين. طيب الآن راح ننتقل إلى موضوع آخر. يقول إنه the three end of transcript، يعني هاي النهاية مالت من؟ مالت الـ RNA. transcript مثل ما قلنا، معناه RNA. will usually be represented into the cDNA. عادة في معظم الأحيان هذه النهاية نقدر نتحرى عنها عن طريق الـ cDNA. زين؟ Because most methods for cDNA synthesis began with the primer that anneal to the poly A tail of the mRNA, which means that the three end is the first part to be copied. شو انتبهوا لي. الآن أنا عندي الآن شريط RNA وأريد أحوله إلى DNA. أضيف له reverse transcriptase. زين؟ والreverse transcriptase راح يحول لي إياه من دي ان من ار ان اي، راح يحول لي المن الى دي ان اي. طيب عاده بالريفرس ترانسكريبتيز هم ما تحتاج الى برايمر، البرايمر شلون احنا نصممه واحنا ما نعرف اصلا وين الاكزون والانترون؟ مثل ما تعرفون حضراتكم كل اشرطه الار ان اي عاده تنتهي بسيكونس يسموه بولي اي، هذا السيكونس موحد. هذا السيكونس اللي موجود بنهاية الـ RNA البولي أي عادة يتم بهذا السيكونس تتوقف عملية الـ transcription. زين؟ فبالتالي لما راح يتحول لنا الجين إلى RNA عن طريق إنزيم الـ RNA polymerase مثل ما شرحنا سابقا، لما يوصل للبولي أي السيكونس، بالـ DNA موجود اللي هو بولي أي نسميه، يعني تي 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 تي، هذا تي 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 راح يتحول الى اي 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 اللي هو مثل هذا هنا، وراح تتوقف عمليه الترانسكريبشن وراح يطلع لنا ار ان اي ام ار ان اي من الدي ان اي. هذا به فائده عاده نصمم له برايمر. لما نصمم له برايمر زين ويبدا انزيم الريفرس ترانسكريبتيز بعمليه الاستنساخ، زين، يضيف كل الادينين ثايمين، وطبعا هنا بالار ان اي ماكو ثايمين، اكو يوراسيل فيضيف له ادينين، زين، وجوانين يضيف له سيتوسين، وسيتوسين يضيف له جوانين وهكذا. فاللي يصير شنو؟ انه اذا انا مصمم برايمر منه عاده الريفرس ترانسكريبتيز يبدا بعمليه الاستنساخ. بعض الاحيان الار ان اي يكون طويل جدا مؤلف من الاف القواعد النيتروجينيه، فالار ان اي لما يبدا بعمليه الاستنساخ، عفوا الريفرس ترانسكريبتيز لما يبدا بعمليه الاستنساخ وتحويل الار ان اي الى شريط متمم اللي هو السي دي ان اي، راح يوقف في نقطه معينه، لانه قابليه الريفرس ترانسكريبتيز بضع مئات من القواعد النيتروجينيه. فبالتالي اذا كان الار ان اي حجمه الاف، اللي تصير شنو؟ عمليه استنساخ للار ان اي، زين، لمنتصف الجين. فبالتالي ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا ناقص، ما يغطي لنا كله، يعني السي دي ان اي اللي ينتج لنا من الار ان اي قد يطلع ناقص. فبهاي العمليه شو يقول؟ يقول دائما الطرف ثلاثه، زين، لما يصير له سي دي ان اي يغطي الطرف ثلاثه، بس مو بالضروره الطرف خمسه ايضا يغطي الريفرس ترانسكريبتيز ويصنع له. ليش؟ لانه الريفرس ترانسكريبتيز قابليته على البناء يعني تسع مئات، بضع مئات من القواعد النيتروجينيه. بعض الاحيان الجينات تكون كبيره جدا، قد تكون مؤلفه من الاف القواعد النيتروجينيه. فالسي دي ان اي ما يقدر يحول لكل جزيئه الار ان اي المن الى دي ان اي. زين؟ فبهاي الحاله شلون انا احل هاي المشكله؟ انا اريد اعرف السيكونس مالت الاكزونات الانترونات، بدايه الجين، مين بدا الجين مثلا. فشلون راح اعرف؟ خلينا نشوف ايش مكتوب. يقول the cDNA synthesis might not however continue all the way to the 5 end. مثل ما قلنا، مثل ما شرحت الآن، يقول إنه عملية صناعة الـ complementary DNA لهذا السبب قد ربما ما تستمر إلى الطرف 5 مالت الـ RNA، especially خاصة if the RNA is more than a few hundred nucleotide length. إذا كان أكثر، إذا كان طول
الار ان اي اكثر من بضع مئات، لانه الريفرس ترانسكريبتاز يقدر يصنع لي بضع مئات، خلينا نقول 200 بيس بير 300 بيس بير، يحول لي اياها من ار ان اي الى سي دي ان اي. Premature termination of cDNA synthesis will result in cDNA that is not full length copy of its transcript. مثل الكلام اللي تكلمته. Premature يعني معناها غير ناضج. زين شنو معناها غير ناضج؟ يعني مو كامل. فتشوفوا توقف لهنا أنا X صارت. طيب وهذا السيكونس اللي بعد شلون؟ طيب إذا كان السيكونس طويل لهنا، خلينا نفرض الـ RNA هذا السيكونس كله من هنا شلون يغطيه؟ خلينا نشوف. يقول premature termination يعني عملية التيرمينيشن يعني انتهاء عملية الاستنساخ. زين premature يعني غير ناضجة، يعني عملية الاستنساخ اللي ما تتم بشكل كامل. المن لجزيئة الدي ان اي الكومبلمنتري، الكومبلمنتري متممة يعني للار ان اي. will result in a cDNA that is not full length copy of a transcript، ما يعطيني cDNA full length لكل الار ان اي. سوري. And whose 3-end doesn't correspond to the true 5-end. يعني هنا عندنا هاي 3-end مو بالفعل corresponding المن لل 5-end true 5-end المن للمRNA. If this is the case، إذا كانت هذه القضية يعني في هذه الحالة شو، then the start point of a transcription cannot be identified from the sequence of the cDNA. طيب أنا إذا أريد أشوف إنه من يبدي الجين، عندي تجربة وأريد أشوف إنه الجين ماتي من يبدي، فبالتالي اذا توقف لي هنا اقول ها، اذا انا مثلا باحث زين غير جيد راح اقول انه هاي اللي هنا، اذا هذا السيكونس منا بدا الجين، بس هو بالحقيقه مو منا، هو بدا منا. اذا لابد انه اكو في التقنيه معينه اخرى حتى اتحرى عن طول كل الار ان اي. زين if this is the case the start point for transcription cannot be identified from the sequence of the cDNA. يعني في هذه الحاله انا ما اقدر احدد بدايه الجين أو بداية الترانسكريبشن. It will also be impossible to map the position of any introns. ربما هنا أكو انترون، ربما العفو هنا أنا هذا الإكزون أنا ما كملته، فبالتالي أنا ما راح ما أقدر أقارن ما بين السي دي إن إيه والجين الأصلي مالتي حتى أعرف وين مكان الانترونات، فهذا راح يسبب لي أيضا مشاكل أخرى. زين اللي تكون عادة that are located near the start of the gene. ربما أكو انترونات تكون موجودة بالقرب من الخمسة، يعني من الطرف خمسة. زين now how to identify the transcription start point the start of gene بهذه العملية. طيب بهذه القضية في حال هذه المشكلة واجهتني، في حال كان الجين طويل جدا، شلون راح أقدر أميز بداية الـ RNA؟ يعني هو تمييز بداية الـ RNA مهمة جدا. ليش مهمة جدا؟ حتى أعرف وين مكان الإكزونات، وين مكان الإنترونات، وهكذا. أيضاً حتى أقوم بعملية الكلونة. زين يعني الآن إذا كمشت هذا الآن وكلونت هذا السي دي إن إيه، أخذت هذا شريط الدي إن إيه الآن اللي يتكون كومبلمنتري دي إن إيه، زين وكلونت، إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بروتين ناقص، بروتين تورنيكيتد يعني مقطوع من النص. ليش؟ لأن كل هذا السيكونس ما غطى لي. طيب كيف الآن أحل هذه المشكلة؟ خلينا نشوف الكونكت. Now how to identify the transcription start point. شلون راح اميز transcription start point؟ عندنا طريقتين. الطريقة الأولى زين هي طريقة يسموها hybridization between gene and RNA. زين ما استخدم الريفرس ترانسكريبتاز، راح استخدم طريقة أخرى. الطريقة هي شنو؟ هو hybridization between gene and RNA. اللي الطريقه اللي راح نستخدمها هي كالتالي. خلينا نجي هنا قبل ما نتكلم بالكلام. احنا ايش عندنا؟ عندنا الان الخليه حطمناها، عزلنا الان من عندها الار ان اي. الار ان اي سوينا له ترحيل، عرفنا انه الار ان اي موجود السامبل ماتي وين؟ بال 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 بالتيوب. صار له اكسبريشن، حول الدي ان اي الى جي ان الى ار ان اي. كل ما في الامر راح اقوم بعزل هذا الار ان اي. شلون راح اعزله؟ ارحله بالترحيل الكهربائي على الجل. قبل ما انقله للنايلون راح اعرف حجمه عن طريق اللدر، راح اقص قطعه الجين من الباند من الجل. المفروض انه هذه ما اخذيها، انا اعطيتها للطلاب العام
عملية استخلاص الدي ان اي من الجل، وبعد ذلك استخلص الدي ان اي من الجل، عفوا الار ان اي من الجل، وسامبل الار ان اي للجين اللي انا اريد استكشف عنه، زين استخلصه واخليه بتيوب. اذا الان عندي تيوب بها ار ان اي اللي خلينا نفرض جين الانسولين. بعد نفس الوقت اروح احضر تجربه اخرى ايضا استخلص فقط الدي ان اي، زين فصار عندي تيوبين، الان عندي تيوب ار ان اي والان عندي تيوب دي ان اي. الار ان اي عندي فقط لجين واحد بس، الجين الانسولين فرضا، زين فقط لجين الانسولين. الار ان اي يكون حاوي فقط على اكزونات مثل ما اتفقنا، زين انترونات ما موجود. بالمقابل بالتيوب الاخرى عندي الان دي ان اي حاوي على كروموسوم، كروموسومات كلها. كل ما في الامر امزج الان الار ان اي والدي ان اي سويه، يعني الدي ان اي مات كل كل الانسان، كل دي ان اي الانسان، ويا الار ان اي مال جين الانسولين فقط. وبعد ذلك ايش اسوي؟ زين اسوي الطريقه اللي راح نتكلم عنها. خلينا نشوف هسه بالبدايه قبل يعني عمليه ارتباط دي ان اي ويا ار ان اي. This method is based on examination of hybridization product formed between a gene and its RNA. A nucleic acid hybridization can occur between complementary DNA and RNA. طبعا هنا الكومبلمنتري دي ان اي لابد انه يكون الدي ان اي شريط واحد مو شريطين، لان اذا شريطين شريطين دي ان اي مرتبطات مع بعض، الار ان اي شلون يرتبط بيه؟ ما يقدر يرتبط. اذا لابد انه شريط الدي ان اي شريط مفرد. طيب كيف انا اسوي هذه العمليه؟ هسه راح نجي ونشرح التقنيه. If hybrid is formed، اذا تكون عندي الهايبريد اللي هو ما بين الار ان اي والدي ان اي، then boundaries الحدود يعني between the double and single strand region will mark the start and end point of the mRNA. بهاي العمليه اذا صار عندي hybridization ما بين ار ان اي ودي ان اي، زين راح اقدر اميز بدايه الجين ونهايه الجين. Introns which are represented in the DNA but not in the mRNA، الانترونات اللي موجوده بالدي ان اي بس مو بالmRNA، والloop outs راح يصير loop out، زين as additional single strand region، كمناطق مفرده من السنجل strand. اوكي هذا الكلام عاده اذا نقرا ما راح نفهمه الا بالشرح اللي راح اتكلم عنه. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه عاده يصير hybridization ما بين الدي ان اي والار ان اي، يعني شريط الدي ان اي من الممكن انه يرتبط ويا من ويا شريط ار ان اي اذا كان الدي ان اي سنجل ستراند. طيب الان انا اريد عندي مثلا جين مكون من مئات الالاف من القواعد النيتروجينيه، بالتالي الطريقه السابقه اللي ذكرناها اللي هي طريقه تحويل الار ان اي الى دي ان اي باستخدام انزيم الريفرس ترانسكريبتيز ما ممكنه. قلنا ليش ما ممكنه؟ لانه الار ان اي طويل جدا، وقدره الريفرس ترانسكريبتيز على احداث عمليه استنساخ للار ان اي وتحويله الى الدي ان اي زين غير ممكنه، لانه الريفرس ترانسكريبتيز قدرته بضع مئات، يستنسخ لي يحول لي الار ان اي الى دي ان اي ببضع مئات من القواعد النيتروجينيه. طيب اذا كان الام ار ان اي الاف من القواعد النيتروجينيه، بهاي العمليه انا ما راح اقدر استخدم الطريقه السابقه. طيب طريقه، اكو طريقه اخرى نقدر نميزها، اكو طريقتين. الطريقه الاولى هي اللي انا راح نتكلم عنها اللي هي الهايبريدايزيشن بتوين جين اند ار ان اي. الان تصوروا وياي عندي الان جين الانسولين، خلينا نفرض انه انا ما اعرف وين الانترونات وين اكزونات، استوني جاي اريد اشوف وين الانترونات اكزونات، والعلم ما متوصل الى تحديد وين الاكزون وين الانترون. فعندي مثلا غرض من التجربه انه اعرف وين الانترونات وين الاكزونات، انا مسوي سيكونس اعرف هذا جين الانسولين بس ما اعرف وين الانترونات وين الاكزونات، واريد الغرض من تجربتي انه اميز السيكونس هذا اكزون هذا انترون. طيب عندي تقنية السيكونسينج، فبالتالي أنا أعرف كل السيكونس مات جين الإنسولين بس ما أعرف وين مكان الإنترون وين مكان الإكزون، أي واحدة بعد. وأضف إلى ذلك ما أعرف الجين ماتي
لما يتحول الى بروتين بعد ما يتحول الى ار ان اي، ما اعرف منين تبدا عمليه تحول الجين الى ار ان اي، منين يبدي ما اعرف. زين شلون مختبريا اقدر اميز هاي العمليه، وخصوصا جين الانسولين، خلينا نقول جين كبير كلش يحوى على الاف النيوكليوتيدات، شوي ندبولي بالسيكونس مال الجين اني اعرف وين مكان الانسولين. زين فاصمم له برايمر منه برايمر منه، واكثر جين الانسولين عن طريق من؟ عن طريق البي سي ار. فبالتالي الان اصبحت عندي تيوبه، هاي التيوبه بيها بي سي ار برودكت مات كل جين الانسولين. اذا الان عندي تيوبه بيها دي ان اي بيها جين الانسولين بعد، وعندي تيوبه اخرى بيها الار ان اي مال جين الانسولين. هم انا استخلصته من الار ان اي بالبروتوكول السابق اللي ذكرناه. زين فصار عندي الان بروتين، العفو تيوب بيها دي ان اي زين مال جين الانسولين، وتيوب اخر بيها ار ان اي مات جين الانسولين كالطريقه السابقه اللي شرحناها. كل ما في الامر انه امزج الدي ان اي مع الار ان اي بتيوبه واحده، ثم بعد ذلك اعرضه لدرجه حراره عاليه، فالدي ان اي راح ينفتح، شريط الدي ان اي راح ينفتح، راح يصير سنجل ستراند، يعني بالدي ناتشوريشن راح يصير سنجل ستراند، وبالتالي لكون الار ان اي موجود فراح يصير شنو؟ رجوع جزيئات الار ان اي وين؟ على الدي ان اي، فيصير هايبريدايزيشن. خلينا نشوف الشكل الان القادم. لما يصير هايبريدايزيشن انتبهوا لي شويه هنا، عندي هذا شريط الار ان اي وهذا شريط الدي ان اي. بالنسبه للاكزونات اللي موجوده باعتبار الار ان اي كله اكزون، وبالدي ان اي باعتبار الدي ان اي وكله العفو الدي ان اي باكزون وانترون. بالنسبه للاكزونات راح يصير بين هايبريدايزيشن، يعني راح يرتبط شريط الدي ان اي ويا الار ان اي. بالنسبه للمناطق الانترونات ما راح يصير بها هايبريدايزيشن، فراح يصير لوب بهذا الشكل. زين اوكي الان هذا صار عندي باليوتيوب، راح ايش اسوي؟ راح اسوي تريتمنت بمن؟ استخدم فد انزيم اسمه اس 1 نيوكلييز، اخذناه بالمحاضره الاولى، ان هذا الاس 1 نيوكلييز ما عنده القدره انه يقطع لي الشريط المزدوج، وانما عنده القدره فقط يقطع لي فقط الشريط المفرد. فبالتالي هذا اللوب اللي يتكون هذا شريط مفرد، فالاس 1 نيوكلييز راح يقطع هذه، راح يقطع هذه العمليه. فايش صار عندي الان؟ صار عندي الان قطع دي ان اي مرتبطه بار ان اي. كل ما في الامر اسوي لها فد عمليه تحليل معين باستخدام ماده كيميائيه، وراح احصل على هذه القطع. زين راح احصل على هذه القطع، ولكونه انا اعرف بعض السيكونس اللي موجود بالدي ان اي فاقدر اسوي برايمرات مختلفه، واشوف يا برايمر يعطيني بي سي ار برودكت المن لهذه القطع، يعني كل قطعه ادخلها ويا برايمر معين والدي ان اي بوليمريز، واشوف يا قطعه تعطيني زين بي سي ار برودكت، وبالتالي راح اقدر اميز قطع ال 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 القطع الاكزونات، راح اقدر اقول يا ترى هذا السيكونس اللي موجود اكزون، هذا السيكونس انترون. هذا فيما يخص هذا السلايد كله. طيب تقدرون تراجعوا وتفهمون الكلام اللي بي. طيب ننتقل الى خطوه اخرى اسهل من هذا، بعد هاي الخطوه الاخيره، طبعا هاي الخطوه الاخيره بعد السلايد راح نتكلم عنها، هي اسهل من هذه العمليه. الخطوه الاخرى يسموها برايمر اكستنشن. الان على سبيل المثال انا عندي هاي قطعه دي ان اي موجوده بكروموسوم، وهذا الجين مالتي، وهذا الجين مالتي. زين كل ما في الامر انه راح اسوي استخدم برايمر فقط. خلينا نقرا ونشوف. ميثود 2 ترانسكريبت اناليسيس، يعني عملية التحليل، تحليل الترانسكريبت يعني الـ RNA by primer extension، بواسطة عملية الاكستنشن باستخدام برايمر. The second method of a transcript analysis that we will consider is primer extension. الطريقة الأخرى اللي نستطيع فيها عملية تحليل، التحليل اللي أقصد به يعني أعرف بداية الجين وين، أعرف مكان البرايمرات إلى آخره. طبعا هذه الطريقة الثانية العفو اللي راح نتكلم عنها هي فقط لمعرفة بداية الجين منين تنتج، وين بداية الجين. زين The second method of a transcript analysis that we will consider is a primer extension which can be used to identify
the 5 end of RNA. اذا هذه الطريقه البرايمر اكستنشن، هنا فشلنا بهذه الطريقه على معرفه السيكونس اللي يكون بدايه الار ان اي. ليش؟ لانه قلنا الريفرس ترانسكريبتيز ما يكمل. طيب الان انا لو فرضنا انه توقف لهنا وهذا صار عندي سي دي ان اي، وبعد ذلك هذا السي دي ان اي اسوي له سيكونسينج وراح اعرف التسلسل مالته. لما اقول اسوي له سيكونسينج، عندنا جهاز السيكونسينج، جهاز السيكونسينج يدز له دي ان اي، يدز لك ورقه مكتوب بها التسلسل مالت قواعد النيتروجيني لهذا الدي ان اي. زين، فلكونه الدي ان اي يتوقف هنا عندي عاده، هذا السيكونس انا راح اعرفه، فاقدر اصمم برايمر هنا. زين، ولما اصمم برايمر هنا اعيد هاي الخطوه نفسها بحيث البرايمر راح يرتبط هنا. زين، والار ان اي راح يكمل لي، عفوا الريفرس ترانسكريبتيز راح يكمل، فبالتالي راح اقدر اتحرى عن من؟ عن بقيه الجين. زين، هذه الفكره من عندها. خلينا نرجع للكلام ونشوف. Primer extension can only be used if at least part of the sequence of a transcript is known. يعني أنا أقدر أستخدم هذه العملية، خلينا نرجع، إذا هنا مع إذا أجيت أنا مثلاً أقول ياب أوكي خلينا أصمم برايمر هنا. زين، أنا شلون أصمم برايمر هنا وأنا ما أعرف السيكونس أصلاً؟ فلابد إنه أعرف جزء على الأقل من السيكونس مالتي حتى أصمم له برايمر يرتبط به، حتى أصمم له برايمر يرتبط به ويكمل لي عملية ال reverse transcriptase. زين، وبالتالي راح أصنع جزيئة complementary DNA. فبالتالي أنا لكونه ال reverse transcriptase توقف لهنا، أوكي أنا هذا السيكونس كله راح أعرفه. زين، ليش راح أعرفه؟ لأنه بالنتيجة النهائية راح أحصل على جزيئة DNA، جزيئة DNA أقدر أدزها لشركات السيكونسينج، وبالتالي راح تقول لي يابا أوكي بداية الجين مالتك هنا نهايته هنا، وراح يعطيني تسلسل قواعد نيتروجينيه، يقول لي يا بهاي مثلا اي تي جي سي اي تي لا اني اوصل لهنا مثلا خلينا نقول تي، فبالتالي انا اعرف السيكونس اللي موجود هنا، اصمم له برايمر، البرايمر متمم، يعني مثلا اذا اي تي جي سي تصير مثلا اي متممها تي، التي متممها اي، الجي متممها سي، السي متممها اي، فسيكونس صغير اصمم له. زين، هذا السيكونس هو متمم، فبالتالي هذا المتمم اقدر استخدمه ويا من ويا قطعه الار ان اي، المتمم اللي بنيته بهاي المنطقه راح يرتبط لي وين؟ هنا، وبالتالي راح يكمل لي الان عمليه الاستنساخ عن طريق استخدام الريفرس ترانسكريبتيز، وراح ابني النهايه اللي انا فقدتها وما قدرت اتحرى عنها بهذه الطريقه. فشو يقول هنا؟ يقول انه برايمر اكستنشن كان اونلي بي يوزد، يعني اقدر فقط استخدم هذه الطريقه اللي هي طريقه تشبه البي سي ار، يعني هي طريقه تشبه البي سي ار، في حال انه اعرف السيكونس مالتي. This is because a short oligonucleotide primer must be annealed to the RNA at known position. يقول انه لانه لابد من وجود oligonucleotide primer، يعني برايمر مؤلف من نيوكليوتيدات قليله. زين، لابد انه ترتبط ويا من؟ ويا جزيئه الار ان اي. زين، اللي هي هذه هنا، يعني هاي عندي الان جزيئه ار ان اي على سبيل المثال، هذا السيكونس عرفته، صممت له برايمر. زين، وعاده يكون ما بين 200 الى 100 الى 200 نيوكليوتيد اوف ذا 5 اند اوف ذا ترانسكريبت، وبالتالي انه مباشره once the annealed، يعني مجرد انه ما يرتبط البرايمر ويا من؟ ويا الار ان اي، is extended by reverse transcriptase. الريفرس ترانسكريبتيز راح يقوم بعمليه الاكستنشن. الاكستنشن يعني شنو؟ معناه انه يبدا بالاستنساخ. شوفوا الان هذه العمليه يسموها اكستنشن. زين، This is cDNA synthesis reaction but one that is very likely to process to the completion as only short segment of RNA has to be copied. The three end of the newly synthesized strand of DNA will there corresponding with the five terminals of the transcript. هاي الكلمة زايدة. اللي يصير شنو الآن؟ احنا طبعا هذه العملية عادة نستخدمها وين؟ نستخدمها ويا هذه الطريقة اللي هي طريقة البرايمر اكستنشن. بالبداية احنا مثل ما قلنا انه كل الـ RNA ينتهي ويا من؟ ويا بولي A بولي A. فبالتالي الـ RNA اللي احنا عزلنا، اللي استخلصنا من الجل، زين؟ اللي استخلصنا من الجل سوينا له عملية تكثير عن طريق الريفرس ترانسكريبتيز،
وبالتالي خلينا نقول انه كان الجين كبير جدا فتوقفت هنا العمليه. فالريفرس ترانسكريبتيز اعطاني بعض المعلومات، حول لي الار ان اي الى دبل ستران دي ان اي. دبل ستران دي ان اي الان اسوي له سيكونسنج، راح اعرف التسلسل مالته، راح اصمم برايمر اعتمادا على نهايه الريفرس ترانسكريبتيز. الان هذا البرايمر اقدر استخدمه مره ثانيه ولا ار ان اي، وراح يبني لي النهايه الى ان يتوقف. لما يتوقف راح اعرف التوقف بالنهايه انه اخر سيكونس راح ينتج لي بالريفرس ترانسكريبتيز هو بدايه الار ان اي، واقول انه هذه بدايه الار ان اي. بعض الملاحظات قد تكون ما واضحة في هذه المحاضرة، حقيقة هذه المحاضرة هي من المحاضرات الصعبة، ولكن لابد أنه تعرفون بعض المعلومات عن عمليات الـ RNA في الهندسة الوراثية. صحيح هذه المحاضرات من المحاضرات، هذه المحاضرة هي المحاضرة الوحيدة اللي أنا أعتبرها محاضرة صعبة، ولذلك في العام الماضي كانت هذه النتيجة النهائية لما شرحناها بالصف. زين، بعد مناقشات طويلة جدا يلا تمكننا من يعني توصيل المادة. عموما إذا كان أكو أي سؤال يخص هذه المحاضرة feel free to ask، فقط خلي لي سؤالك باليوتيوب وأنا راح أجاوبك حتى وإن كان الأمر يستدعي إلى عمل فيديوهات أخرى حتى أوصل لكم الفكرة. بشكل عام خلي ننهي الآن المحاضرة بنوع من السم أب، تلخيص. الآن الغرض من هذه المحاضرة هو أنه بعض الأحيان نتعامل مو فقط بجينات إنسان، قد نتعامل في جين حيوان معين، لأن حيوانات معينة مثلا ونريد نستخدمها بالتجارب مالتنا، نريد نستخلص من عندها جينات معينة. زين، نريد نسوي مثلا لقاحات معينة، فاكسين معين إلى آخره. يعني على سبيل المثال الآن مثلا الأفاعي لما مثلا تلدغ الناس راح تدخل سمومها إلى داخل الإنسان، فهذا السم هو عبارة عن بروتين. طيب انا شلون اصنع لهذا انتيبادي؟ لابد انه اخذ الجين المسؤول عن انتاج هذا السم. منين اخذ هذا الجين؟ اخذه من كروموسومات الافعى. زين، وبعد ذلك استخلص هذا الجين، وبعد ما استخلص الجين اتخلص من الاكزونات والانترونات واكلونه بداخل البكتيريا. طبعا هذا جوابا لسؤال شخص قد يقول يابا الآن كل جينات الإنسان معروفة وكل جينات الإنسان معلومة، شنو الفائدة إنه أنا أميز الإكزون عن الإنترون؟ لابد إنه نتعرفها. ليش؟ لأنه مو كل الحيوانات الآن ربما السيكونس مالتها معروف. زين، خصوصا كائنات البحار على سبيل المثال. زين، كائنات البحار كائنات كثيرة جدا، وحتى بعض الحيوانات البرية وإلى آخره. فبالتالي أنا لما أريد أدرس الهندسة الوراثية لبعض الجينات اللي موجودة مثلا في حيوانات معينة، لابد انه اعزل الجين من الحيوان ذاك. طيب انا ما اقدر اكلونه بداخل البكتيريا الا بعد ما اتخلص من الانترونات، لانه شرحنا بالمحاضرات السابقه ان الانترونات راح تسبب لي مشكله، راح ينتج لي بروتين مو صحيح اذا موجود الانترون من ضمن الجين، لازم اتخلص من عنده. فايش اسوي؟ لازم استخلص ار ان اي، وبعد ذلك الار ان اي احوله الى سي دي ان اي، وبعد ذلك السي دي ان اي ادخله بال 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 الفيكتور مات اللي بلازميد، واحث الخليه البكتيريه على صناعته. طيب الان سؤال، اذا كان الجين كبير جدا قد يكون الاف من القواعد النيتروجينيه، هل اقدر استخدم الريفرس ترانسكريبتيز؟ ما راح اقدر استخدمه، اذا لابد انه استخدم طرق اخرى. ولذلك شرحت لكم هذه التجارب اللي هي النورثرن هايبريدايزيشن، و ايضا شرحت لكم طريقه الريفرس ترانسكريبتيز اللي هو الار ان الكومبلمنتري دي ان اي، وشرحت لكم ايضا طريقه تمييز الانترونات عن الاكزونات اذا انا اعرف سيكونس الجين، واذا انا استخلصت الار ان اي من الهايبريدايزيشن نورثرن هايبريدايزيشن، يعني شخصت المكان الموجود به الجين ماتي عن طريق النورثرن هايبريدايزيشن، وعرفت انه الجين ماتي اوريدي موجود بشكل ار ان اي بالخليه عن طريق النورثرن هايبريدايزيشن، الى ان انا اقدر استخلصه من الاجاروز الار ان اي، واعرف انه الجين مالتي السيكونس مالته كذا، الى ان اقدر استخدم هذه الطريقه اللي سويناها اللي هي دي ان اي ار ان اي هايبريد، وبالتالي اسوي عمليه ديجريديشن واصمم برايمرات معينه واعرف السيكونس، او اقدر استخدم الطريقه الثانيه اللي هي الاسهل اللي هي البرايمر اكستنشن اعتمادا عليا من على الطريقه اللي شرحناها اللي هي الانكمبليت، وهكذا. بالنهايه أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وإذا كان هناك أي سؤال please feel free to ask.
Thank you very much and have a nice day.